السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هيبقى آخر فيديو في الكورس بتاع بلوجر، وإن هي تربط حساب جوجل أدسنس بمدونة بلوجر بتاعتك أو منصة بلوجر اللي إحنا عملنا فيها موقع أو مدونة علشان تقدر تكتب عليها المقالات، ومن هنا هنبدأ بقى نرفع الإعلانات على المقالات بتاعتنا بس بعد القبول من جوجل أدسنس. وهشرح لك النهاردة إزاي تقدر تنشئ حساب، وكمان ازاي تقدر تملى البيانات بتاعتك بشكل صحيح، وكمان ازاي تقدر تربط الاعلانات على مدونة بلوجر بتاعتك علشان تبدأ تربح منها. لو انت وصلت الفيديو ده من قبل ما تشوف اول الكورس بتاعنا، تقريبا 4 أو 5 فيديوهات مش طوال قوي يعني، لكن لازم تتابع الفيديو من الاول علشان تفهم ايه هو جوجل ادسنس بالتفصيل. تعال بينا نبدأ مع بعض ننشئ حساب جوجل ادسنس. اول حاجة عندك بتروح عندك على جوجل او منصة جوجل، وبعد كده بتروح تنزل تحت كده شوية، تروح عندك على مدونة بلوجر او بلوجر بتاعنا احنا. بعد كده يفتح معاك المشاركات زي ما هي مفتوحة بالشكل ده كده، اضغط عندك على خانة الارباح اللي هي موجودة عندك في اليمين، اضغط عليها ضغطة كده، وبعد كده بتروح عندك على كلمة انشاء حساب ادسنس. هيحولك على طول على منصة جوجل ادسنس، هيظهر هنا فوق هنا الموقع الالكتروني بتاعك. الاستفادة اكبر بشكل من جوجل ادسنس، اقول له اه نعم، وبعد كده بتختار عندك البلد، اختار بلدك انت بشكل صحيح، يعني ما تجيش انت قاعد في مصر تختار السعودية او امريكا، لا اختار مصر عادي جدا. اضغط عندك على الموافقة والشروط والاحكام، وبعد كده اضغط عندك على بدء جوجل ادسنس. لو انت شايف الفيديو سريع ممكن توقف الفيديو خطوة بخطوة كده لحد ما تيجي تخلص اللي انت عاوزه. هنا هيفتح معاك حساب جوجل ادسنس، بعد كده بتروح عندك على اللي هي ادخال المعلومات اللي موجودة تحت بالشكل ده كده. هنا بقى تبدأ تدخل المعلومات بتاعتك زي ما هي موجودة بالظبط في البطاقة الشخصية بتاعتك، ما تحاولش تزود حرف أو تنقص حرف، يعني لو الألف عليه همزة خلي الألف عليه همزة أحمد مثلا. هنا مثلا على سبيل المثال بكتب الاسم إبراهيم محمد محمد مثلا يعني، بس المهم تكون أنت بتكتب يعني في بطاقتك أنت أو الكلام اللي مكتوب في بطاقتك أنت بالحرف. ما تقلقش من اي حاجه، انت مش بتسرب بيانات لحد، لكن انت بتدي حسابك لجوجل او بياناتك لجوجل علشان تبدا تحول لك الارباح بتاعتك بشكل صحيح، يعني فيما بعد هتبدا تربط بحساب بنكي علشان تقدر تستلم ارباحك، فانت لو كتبت حاجه غلط فانت البنك بيقولك ارجع صحح ويبقى مشكله. هنا بتكتب العنوان بتاعك انت، وبعد كده المدينه والمقاطعه اللي انت فيها، ومهم تكتب عنوان رمز البريد الالكتروني بتاعك صح، وبعد كده بتعمل ارسال. وقف الفيديو علشان تقدر تملى البيانات، وبعد كده بتفتح الفيديو من تاني. هنا بنروح بقى مع بعض بنضيف الاعلانات، وبنضغط عندنا على كلمة استكشاف. استكشاف دي هنا بتبدأ تضيف الاعلانات او بتفعل الاعلانات التلقائية، يعني بتضغط عندك على كلمة تفعيل الاعلانات التلقائية ويظهر الاعلانات في المدونة بتاعتك بالشكل اللي قدامك ده كده. اضغط عندك على كلمة تطبيق، وبعد كده حفظ. ارجع تاني على كلمة تعديل، وبعد كده بتروح عندك على حاجة اسمها الحصول على الرمز اللي فوق خالص دي باللون الأحمر. اضغط عندك على نسخ الكود، وبعد كده تروح لمدونة بلوجر، وروح عندك على المظهر والسهم اللي تحت ده اضغط عليه وقول له الانتقال أو تعديل HTML. هتدور على حاجة فوق هنا اسمها هيد اللي هي رأس المدونة تحت كده، وقوم انت عامل لصق للكود، وبعد كده بتسيب مسافات زي ما انت شايف ده كده الكود الخاص بشفرة جوجل ادسنس، واعمل حفظ. هنرجع تاني كده لمنصة جوجل ادسنس علشان نبدأ نضغط عندنا على كلمة تم، وبعد كده بتخرج من المنصة دي خلاص مفيش اي حاجة تانية. قالك زيادة ارباحك باستخدام الاعلانات التلقائية احنا فعلناها، تحسين موضع اعلاناتك وده هنا اللي هنبدأ نعملها. روح عندك على الاعلانات، وبعد كده حسب الوحدة الاعلانية اختار الاعلانات الصورية او صورة للاعلان، وبعد كده تضغط عليها ضغطة كده وتروح عندك في اعلان مربع وفي اعلان افقي وفي اعلان عمودي. على سبيل المثال اختار اعلان افقي واكتب هنا افقي، تمام اسم الاعلان يعني، واضغط عندي على كلمة انشاء لحد ما يجي يظهر لي كود. الكود ده بعمل له نسخ اللي موجود في اليمين ده، وبعد كده بتروح عندك على مدونة بلوجر، هتروح عندك ترجع ورا كده وتروح على التنسيق، وبعد كده بتروح عندك على اي حاجة اسمها 728 في 90 ادس. اضغط عندك على كلمة تعديل لل HTML او جافا سكريبت، هتلاقي فيه حاجة اسمها المحتوى، امسح اي حاجة موجودة في المحتوى والصق الشفرة بتاعت جوجل ادسنس اللي هي الاعلان بتاعنا. وبعد كده هتلاقي هنا اسم افقي، واضغط عندك على كلمة حفظ اللي احنا لسه كبنها من شوية. هتيجي تعمل عرض للمدونة، تمام؟
هتلاقي الاعلان بتاعك ظهر في الخانه اللي انا هشاور لك عليها دلوقتي، يعني المدونه هي فتحت معايا اللي هتظهر في الخانه دي كده. بقى هتبدا يجي لك الزيارات ويجي لك نقرات على الاعلان عشان تبدا تربح منها. لما تيجي تروح عندك على المواقع الالكترونيه هتلاقي الموقع بتاعك هيكتب لك كده غير جاهز او يتطلب المراجعه، طبعا بياخد اسبوع لاسبوعين، وبعد كده بيظهر عندك كلمه جاهز طبعا لو اتقبل ان شاء الله في منصه جوجل ادسنس. كده انا قلت لك ازاي تقدر تخلي المدونه بتاعتك تقبل في جوجل ادسنس. طبعا بيبدا يعني في المراجعه من اسبوع لاسبوعين لحد ما يتم القبول. طبعا بعد ما تيجي تكتب حوالي 15 مقاله او 25 مقاله بالكتير قوي يعني، بس كل يوم باستمرار يكون جالك الزيارات من جوجل او مثلا منصات على السوشيال ميديا، ما تقلقش من اي حاجه خالص. تكون انت بتحافظ على الزيارات بتاعتك، يعني ما تروحش مثلا لمواقع مشبوهه وتجيب منها زيارات وتقول لجوجل انا شغال وبيجي لي زيارات، خالص ما فيش الكلام ده. حاول تتابع اول باول حساب بلوجر او مدونه بلوجر بتاعتك، لو فيها مثلا حاجه غلط، حاجه مخالفه لسياسات جوجل ادسنس. طبعا سياسات جوجل ادسنس ما تحاولش تروح تعمل مدونه فيها برامج هاكينج، فيها مثلا تطبيقات، كل ده مش بيحبه جوجل ادسنس عشان تحافظ على الحساب بتاعك. ما تحاولش انك تعمل تلاعب في القالب، يعني مثلا في قالب بيقول لك بيزود عدد النقرات، مفيش الكلام ده. حاول تجيب قالب يكون كويس، حاول تشتري قالب حوالي ب 200 جنيه او 300 جنيه علشان تبدا في صناعه المحتوى او الكتابي على منصه بلوجر. طبعا انا شرحت ازاي تقدر تنشئ حساب وازاي تقدر تربط المدونه بتاعتك على منصه جوجل ادسنس. كده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. فلو احتجت اي حاجه ممكن تتواصل معايا في التعليقات وانا ارد عليك ان شاء الله. ودمتم بخير، مع السلامه.